بعد أن تصدر الترند بشائعة زواجه خلال الفترة الماضية، علق الفنان وإليك فوري للمرة الأولى على أنباء استعداداته للارتباط رسمياً بحبيبته الأولى والتي تحمل الجنسية المغربية، نافياً صحة كل ما أشيع، وذلك على هامش حفل فني أحياه أمس في جمهورية الدومينيكان. ألو تجوزت؟ ألو مغربية؟ ألو مش لبنانية؟ ألو بس أنا ما تجوزت. ويجتمع 12 فناناً وفنانة عربية لإحياء سلسلة حفلات في الدومينيكان، ومن بينهم الفنان راغب علامة ومقطع متداول من حفله لشاب تقدم لحبيبته على المسرح. يترقب محبو الفنان سعد المجرد أخباره بعدما تقدم باستئناف للحكم الصادر في حقه بسجنه 6 سنوات بقضية الاغتصاب. وبينما يقبع المجرد حاليا في سجن لا سانتيك بباريس في عزلة، كشفت تقارير صحفية أن المجرد لا يحظى بمعاملة خاصة، بل يتمتع بالحقوق التي يمنحها له القانون الفرنسي كسجين، ومنها التدفئة والتلفزيون، كما يتحدث مع زوجته ومحاميه كل يوم ويقومان بزيارته بانتظام. بعد غياب سنوات، تعود الفنانة ياسمين صبري لشاشة السينما مجدداً من خلال مشاركتها في بطولة فيلم أبو نسب بمشاركة الفنانين محمد إمام وماجد الكدواني. ويعد أبو نسب الفيلم الثالث الذي يجمع ياسمين صبري ومحمد إمام بعد فيلمي الجحيم في الهند عام 2016 وليلة هنا وسرور عام 2018، كما يجمع فيلم أبو نسب محمد إمام بشقيقه المخرج رامي إمام للمرة الثانية بعد فيلم حسن ومرقص عام 2008. انضم إلى المسلسلات التي خرجت من السباق الرمضاني هذا العام مسلسل بطن الحوت من بطولة الفنان محمد فراج دون الكشف عن الأسباب، على أن يعرض ضمن مسلسلات الصيف. ويسلط المسلسل الضوء على تجارة الممنوعات، ويشارك فيها عدد كبير من الفنانين من بينهم باسم سمرة وأمينة خليل وأسماء أبو اليزيد وحسن أبو الروس وغيرهم. أيضاً ينسحب من السباق الرمضاني الفنان السوري هاني شاهين بعد أن عاد إلى دائرة الضوء حين اشتكى من الفقر وضيق الحال، إذ تعرض الفنان السوري لكسر بقدميه في حادثة أليمة أبعدته عن الشاشة مرة أخرى، إذ كان سيشارك في مسلسل كانون المقرر أن يعرض في رمضان. وقبل أسابيع تداول رواد مواقع تواصل فيديو لشاهين يشكو فيه من الفقر بالرغم من عمله في مجال التمثيل منذ 62 عاماً. ويعد الفنان هاني شاهين المعروف بشخصية العريف نوري في مسلسل باب الحارة وأحد مؤسسي مسلسل مرايا مع الفنان ياسر العظمة. آخر عمره بده يموت بقى شحا معقول هالحكي. أخيراً وعالمياً، انضم النجم كريستيانو رونالدو إلى قائمة طويلة من الفنانين والمشاهير الذين ساندوا ضحايا زلزال سوريا وتركيا، فقد أرسل نجم نادي النصر طائرة مليئة بالمساعدات إلى المناطق المنكوبة، شملت خيام وطعام ووسائد وبطانيات وأغذية أطفال وحليب، بالإضافة إلى اللوازم الطبية. يذكر أن رونالدو كان قد حقق قبل يومين حلم طفل سوري يتيم من ضحايا الزلزال بلقائه في نادي النصر بعدما استقدمته السعودية لتحقيق حلمه بلقاء النجم العالمي. I love you.